الهدف نادي إنيرويل الدار البيضاء هو نجيو باش نساعدوا الناس اللي هنايا موجودين هنا، الدراري الصغار نقدموا لهم يد المساعده، العيالات اللي هنا تنقدموا لهم الناس. هذا هو الهدف ديالنا من إنيرويل الدار البيضاء. حنا تواجدوا في هذه 38 عام، هذا هو اول نادي في المغرب ديال إنيرويل. حنا العيالات كل عام تتبدل الرئيسه ديالنا، وتنجيو نساعدوا، تنديروا بزاف ديال الحمد لله، تنديروا الاعمال الخيريه، وهذا الشيء اللي كان جينا لهاد الفونداسيون ديال سيدي مومن اللي تخلقات من بعد براده محمد براده، وجينا باش نعاونوا الناس اللي هنايا. وهذا الشيء اللي كان حنا الجمعيه عندها اسم دولي عالمي انترناسيونال إنيرويل. الهدف ديالنا هو عمل الخير والمحبه وزرع الخير بين الناس اللي محتاجيننا. اذا الجمعيه ديالنا عندها 34 عام، وكاينين منها خمسه في الدار البيضاء، خمسه ديال الجمعيات اللي تيتبعوا نفس الهدف، وكاينه في فاس وكاينه في اكادير. وانا غنقدم الان الرئيسه ديالنا اللي غتهضر على الاعمال اللي تنجيو لها اللي تنتجوها، وعلى شنو واش جينا اليوم. حنا جمعيه ديال إنيرويل، وانا سعيده كثير 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 لانني اختاروني هذا العام باش نكون انايا بريزيدونت، واختاروني الحمد لله انا فوس خواتاتي مسونا، اوني با دي زامي، اوني خواتات الحمد لله، وحنا كنجريو على فعل الخيرات الحمد لله، وعلى دي زاكسيون ان شاء الله، وكنطلبوا من الله يقدرنا على هذا الشيء، ونكونوا ان شاء الله في المستوى اللي هما دايريني فيه ان شاء الله، ونكونوا ان شاء الله على حسن ظن الجميع ان شاء الله، ويخليكم ويخليهم لينا ربي ويعاونونا، ويدوا الله مع الجماعه ان شاء الله، ونكونوا كل شيء ان شاء الله اليد في اليد.